بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. دائما مع المتابعة الميدانية للملاعب التي ستحتضن كأس إفريقيا للاعبين المحليين في شتاء 2023. في هذا الفيديو سوف نعرج على ملعب 19 ماي 56 بمدينة عنابة وأهم التطورات في الملعب. وكما تشاهدون في الصور التي هي أمامكم، الملعب إذا أردنا الحديث عن نسبة الأشغال فهي متأخرة ومتأخرة جدا، وإذا تواصلت بهذه الطريقة وبهذه الوتيرة فمن الممكن جدا أن لا يكون الملعب جاهز قبل انطلاق التظاهرة الإفريقية، خاصة وأن العملية تعربط شديد وشديد في كل الورشات وفي كل الأشغال، خاصة من ناحية أرضية الميدان وكذا تركيب الكراسي، تجريب كيفية تركيب الكراسي في المدرجات. إلا أن العملية لحد اليوم لم يتم تحديد موعد انطلاقها. أما عن أرضية الميدان فما زالت عملية تسويتها متواصلة، وهي تعرف تأخر يوم بعد يوم. فمثل هذه الأرضية من المفروض أن يتم الانطلاق فيها اليوم قبل الغد، وهذا من أجل أن يكون الملعب جاهز 100% في أرضية الميدان قبل انطلاق الموعد الإفريقي. أما من الواجهة الخارجية فلا تزال الأمور غامضة جدا، خاصة وأن الأشغال كبيرة وكبيرة ومتعددة من البوابات الإلكترونية أين يتم إعادة تهيئة مداخل ومخارج الملعب إلى الواجهة الخاصة بالملعب، والتي ما زالت متأخرة ومتأخرة جدا، إلى الداخل والمرافق الخاصة بالملعب والتي لم تنطلق فيها الأشغال بنسبة كبيرة إلى يومنا هذا. ما نود التأكيد عليه هو وجب العمل بنظام 3 في 8، وهذا من أجل الحفاظ على المداومة وتواصل الأشغال 24 ساعة على 24 من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة، وهي جاهزية الملعب قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. هذا هو الجديد الذي أردنا أن نقدمه لكم في هذا الفيديو. إلى اللقاء.